تفضل يا صادق. سماحة الوالد، نعم. حبك في الله يا شيخ. جزاك الله. حياك الله. نعم. تفضل سؤالك. السؤال الأول، يعني البدع، ما البدع يعني عندنا في السودان، نسأل الله السلامة والعافية، يعني زيارة القبور وما القبور والتبرك وما التبرك، يا يعني سبحان الله. وهذه الحجابات وما الحجاب والتميمة وما التميمة عليه، تلقى أحيانا واحد رابط حجاب على كتفه، وأحيانا واحد رابط شيء سبحان الله يعني على بطنه، وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. وسبحان الله يعني سؤالي الأخير عن الصلاة، يعني سهيت في الركعة الأخيرة، أقصد الركعة الأولى ما الحمد، والصورة الثانية ما جبتها بعد الحمد. طيب شكرا، واضح سؤالك. تفضل يا شيخ. يا أخي أنت خلطت بين مسائل كثيرة. أولا زيارة القبور، تقول زيارة القبور منها ما هو مشروع وهو التي يقصد بها السلام على الميت والدعاء له، يعني للميت، هذه مشروعة ومستحبة للرجال. وأما زيارة القبور للاستغاثة بالأموات أو طلب الحوائج منهم فهذه محرمة وزيارة شركية لا تجوز.